هلو ايفري ون، بعد الدنيا الصيفية وبعد الطقس لهيب، إن كان عبالكم تمشوا بهيك نهر أو تغطسوا بهيك شلال أو إذا عبالكم تسبحوا بهيك مي، ما عليكم إلا تحكوني وتوصلوا لأماكن ما حدا وصل لها بلبنان. وهيدا المشوار الحلو أول شي ببلش هايكينج تقريبا شي ربع ساعة بقلب الحرش مع شوية مغامرات لحتى نوصل على النهر، منغير الشوز طبعاً، منلبس الشوز المخصص للمشي بالمي ومنبلش التطبيش. وأغلبية المشوار حتكون مشي بقلب النهر مع سباحة، وحتشوفوا بطريقكم شجر معمر عمره أكثر من 500 سنة، والمي كتير كلين وكتير كلير. لنوصل لعلب هيلة جاكوزي ما في أحلى من الغطسة فيه. ومنضلنا مكفيين مشوارنا بهالمي المنعشة لحتى نوصل للهدف تبعنا. وبطريقنا منوصل لمنطقة بتاخد العقل، كأنه انتقلنا لكوكب تاني. مش معقول الجمال الموجود هون، سبحان الله بالطبيعة. يعني شوفوا وتأملوا هالمنحوتات، مثل كأنكم بمغارة بس ما تشوفوا. ونرجع منكمل سباحة لحتى نوصل للهدف تبعنا. طولوا بالكم شوي، حنوصل للهدف وحتشوفوا شيء بيطير العقل. مي ولا اروع من هيك. انتو عم تسبحوا ونفس الوقت كمان عم تشكي عليكم من فوق. هالمنطقة انا ما بعتقد حدا وصل لها غيري واللي عم بيخدم معي. وصدقوني صدقوني، الادرينالين بيعلى للمليار، وهيدا الدليل. I love it. وباخر المشوار ماستر اوف يوغا جورج عملنا جلسة ستريتشنج بهالمنظر الرائع. بس انا كنت عم بعمل ريلاكسنج بهالمية الحلوة. حبيتوا هالمغامرة؟ حابين تعملوها؟ just call me.